لتفاصيل أوفى حول ملف الصراع السياسي بين أربيل وبغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي زياد السنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. كيف تقرأ المشهد السياسي للأزمات التي تلوح في الأفق بين بغداد وأربيل والتي يعيشها كردستان العراق بعد تعيين رئيس لحكومته؟ بكل تأكيد شاهدنا كمتابعين انتخاب رئيس أقليم كردستان العراق نجيرفان البرزاني، وكذلك انتخاب السيد مسرور البرزاني كرئيس وزراء للأقليم. هذه صفقات داخلية كردية أوجدت ما بين الأحزاب الكردية الكبرى وهو الاتحاد الوطني وكذلك الديمقراطي الكردستاني، وهناك كانت اتفاقية فيما بينهم من أجل بعض التفاهمات الأخرى من ضمنها منصب محافظ كركوك، ولكن ما حدث بأن انسحاب الحزب الوطني في آخر لحظة قبل التصويت على انتخاب رئيس أقليم كردستان نجيرفان البرزاني. هناك صراعات داخلية بين الأحزاب الكبرى الكردية على منصب محافظ كركوك لأهميته الاستراتيجية، خاصة وأن هذا المنصب يعني الاستحواذ على نفط كركوك، وكلنا يعلم بأن النفط أصبح اليوم هو عصب الاقتصاد العراقي في ظل انهيارات تامة في شتى مجالات الاقتصاد الأخرى. نعم. في هذا السياق وبالحديث عن أزمة النفط وبتزامن مع تلويح اللجنة القانونية النيابية باللجوء إلى القضاء لحل المشاكل بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بتصدير النفط، ما مدى فعالية الجهاز القضائي برأيكم للنظر والحسم في قضية كهذه؟ الحقيقة شاهدنا كلنا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع أحد المطلوبين أمنيا وهو السيد كوستاس رسول في حفل تنصيب سيد نجيرفان البرزاني، وكان وقت بجنب تماما، لذلك نجد انها ليست مسائل قضائيه اكثر مما هي سياسيه. هناك تفاهمات على مستوى الاحزاب الكبرى في بغداد مع الاحزاب الكرديه في بعض الملفات، ولكن تبقى الملفات ما بين بغداد واربيل ملفات شائكه ومعقده القرار الاقليمي، وربما ترتهن في المصالح التي يجب ان يحققها هذا الحزب على الاخر، لكن في المحصله المستهدف الاول والضحيه الاول هم الاحزاب الاقل قوه والضعيفه، فهي الاحزاب العربيه السنيه الموجوده، فلذلك شاهدنا كلنا مساومات انتخاب منصور المرعيب محافظ نينوى، وكما قال السيد اثير النجيفي محافظ نينوى السابق بأن هناك 5 ملايين دولار زائدا منصب محافظ كركوك، تم انتخاب سيد المرعيد حافظا لنينوى في صفقة واضحة جدا ما بين الحزب الديمقراطي وما بين الحشد الشعبي برئاسة السيد فالح الصياد. يرى مراقبون أن الجانب الكردي يسعى لتحقيق أكبر المكاسب في محافظة التأميم كتعيين محافظ من الاتحاد الوطني الكردستاني أو السعي لإعادة سيطرة البشمركة على المحافظة من جديد، ما مدى إمكانية ذلك في ظل انقسام الصف الكردي؟ الانقسام كان واضحا جدا، قسم الحزب الوطني انحاز إلى بغداد، حكومة بغداد، مسألة أحداث كركوك، ينتظرون الزمن، خاصة أنه هناك تشبث داخل الحزب الوطني الكردستاني عكس الحزب الديمقراطي الذي كسب الشارع الكردي من خلال عملية الاستفتاء التي أصدرت بقرار إيران وقرار حكومي من بغداد بعدما تلقوا توجيهات واضحة بهذه المسألة. الانقسامات الكردية اليوم موجودة سابقا وهم أحزاب متقاتلة متنافرة، وحتى هذه المشاكل تدخل العراق في الزمن الوطني، حيث حسب المعارك في عام 96 اتصال الحزب الديمقراطي في احد المشاركات. هذه الخلافات مستمرة منذ عقود وستستمر لانها عبارة عن صراع نفوذ وموارد وتمويل احزابهم اكثر مما هي مسائل تخص العراق او حتى الاقليم نفسه، لان هذه المسائل هي اقتصاديه بحته، تعني النفوذ وتعني الاقتصاد وتعني المال وتعني تمويل تلك الاحزاب.
إلى أي مدى تظن أن الأزمة القائمة بين بغداد وأربيل جاءت فعلا في إطار بناء الدولة وعدم إهدار الثروات؟ لا يوجد مسألة بناء الدولة، شاهدنا منذ عام 2003 لحد الآن عبارة كونسونات وعبارة عصابات ومافيات تتقاسمت موارد بينها واستشارة العراق، وهذا واضح للجميع. هناك صراع مصالح كما أسلف، وهذا صراع المصالح سيستمر، وليس هناك أي نية لبناء دولة. حتى إدارة الإقليم ليست مستعدة لبناء دولة في العراق قوية، كذلك الذي يسيطر في بغداد في الأحزاب لا يريدون بناء دولة عراق قوية ومستقلة عن القرار الإيراني، وهذا مصالح مشتركة ما بينهم، خاصة وأن في عام 2004 تم توقيع اتفاق الرباعي الشهير على حساب المقاومة السني، وكان ممثله الحزب الإسلامي الذي وقع على كافة القضايا العربية السنية في كل المحافظات التي يقطنها السنة العرب لصالح بغداد وأربيل، مقابل بعض المناصب ومقابل آنذاك تصويت في اللحظة الأخيرة على الدستور العراقي الصيت، ومن ضمنه المادة 140 التي تعتبر مادة قنبلة موقوتة كما قالها المرحوم عارف الظاهر. شكرا جزيلا لكم زياد سنجري الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.